اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر الجديده، حلقه الجمعه. وبنبدا حلقتنا زي ما احنا متعودين مجموعه من الاخبار. اخبارنا كلها النهارده متمركزه حوالين القمه الامريكيه الافريقيه اللي احنا ناقشناها امبارح مع ضيوف كرام، وبالتحديد وبالتفصيل اكثر على لقاءات والمقابلات اللي اجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمه. طبعا فرق التوقيت بين مصر او القاهره وواشنطن بيخلي الاحداث اللي بتحصل بالليل هناك بتبقى بالنسبه لنا في الفجر، واللي بتحصل في الظهر بتبقى بالليل. وبالتالي في بعض الاخبار وبعض اللقاءات امبارح طبعا يعني كان بتوقيت واشنطن لما انهينا البرنامج كانت الساعة لسه 3 الظهر، الساعة 10 مساء بتاعي 3 ظهرا في واشنطن، وبالتالي ما تابعناش كل اللقاءات. لكن النهاردة عندنا لقاءات تم بعضها بتوقيت القاهرة في الفجر وتم بالليل بتوقيت أمريكا. يمكن هبدأ من آخر حاجة النهاردة دلوقتي من دقائق. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على صفحته بشكر للمصريين، قال فيه: بكل الاعزاز والتقدير اتوجه بالشكر الصادق على ما ابدته الجاليه المصريه العظيمه بالولايات المتحده من حفاوه استقبالي وطول فتره اقامتي هناك. اؤكد ان مصر قياده وحكومه دائما وابدا تعمل لدعم ابنائها في الداخل والخارج، ولن تدخر جهدا في خدمه شعبنا العظيم. ده يبدو كده طبعا يؤشر الامرين. الامر الاول انه كده يبدو انه زياره الرئيس النهارده دلوقتي بتوقيت واشنطن احنا في حدود الساعه 1، وبالتالي على ما يبدو انه الرئيس بيختم زيارته لواشنطن اليوم وبالتالي بيوجه الشكر. الامر الثاني ده مهم وواضح، انه الجاليه المصريه لليوم الثالث او الرابع التوالي من يوم ثلاث من ساعه ما وصل الرئيس والنهارده الجمعه، وهم والمصريين قطاعات منهم من المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه في مختلف الولايات بيحرصوا على الذهاب يوميا لتحيه الرئيس في مقر اقامته. ويمكن ده مش جديد، لكن ايه الجديد؟ وده يؤشر لامور سياسيه يعني تبدو واضحه، انه المجموعات التابعه للاخوان واشباههم لم تقم باي وقفات احتجاجيه هذه المره ضد الرئيس. احنا معتادين كنا في نيويورك او في واشنطن لما الرئيس كان بيذهب الى الامم المتحده في اجتماع الجمعيه العموميه في شهر سبتمبر من كل سنه تقريبا، انه كانوا بينظموا نفسهم. هذه المره لا يوجد حتى اللحظه اي وقفه احتجاجيه، ولا يتسرب اي خبر حوالين تصريح او طلب قدم للسلطات الامريكيه بوقفه احتجاجيه ضد زياره السيد الرئيس. اللي كانوا واقفين بس هم ابناء مصر الحقيقيين، ابناء مصر اللي هم جزء من هذا البلد حتى لو اختلفوا معاه او عرضوه، لكن ليسوا من الذين يدعون الى هدم هذا البلد. وده يؤشر الحقيقه للبوصله اللي الاخوان وانصارهم شايفينها في العاصمه الامريكيه واشنطن. شايفين البوصله بشكل واضح. اللقاءات المصريه الامريكيه على اعلى مستوى، احنا بنتذكر يوم 11/11 اليوميه بتاعهم كان الرئيس جو بايدن بيضع اقدامه في مصر لاول مره كرئيس الولايات المتحده الامريكيه، وشفنا انه كلمته امام مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وايضا لقاءه الحميم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاثنين الحقيقه كسروا بخاطر الاخوان، وانهوا مرحله طويله سنتين واكثر شويه من التوقعات حوالين إدارة بايدن الديمقراطية، ماذا ستفعل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماذا ستفعل في مع مصر. طبعا أتى كمان دعوة واشنطن للرئيس في أو دعوة الرئيس بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية عشان ينهي أي أمل عند هذه الجماعة. انتهى الأمل قبل كده مع الإدارة الجمهورية مع الرئيس دونالد ترامب، والأمل الآن ينتهي مع الإدارة الديمقراطية بزعامة وقيادة الرئيس جو بايدن. وبالتالي أصبح لا مجال لا فائدة من فكرة الاحتجاجات اللي هي توصيل رسالة للإدارات الأمريكية والكونجرس، أنه يعني الحقونا، يعني اضغطوا
على النظام المصري، ضغطوا على الرئيس السيسي. ده معنى مهم. المعنى ده الحقيقة بيكتمل بسلسلة من اللقاءات، زي ما بنقول النهاردة بنكمل مع بعض لقاءات الرئيس، أجراها السيد الرئيس. الرئيس بتوقيت القاهرة بتوقيت واشنطن يعني امبارح بالنهار، الرئيس التقى برئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، وحسب متحدث رسمي برئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اللقاء شهد تباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وسيادة الرئيس شدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي برئاسة السيد محمد المنفي لإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن، وذلك ارتباطا بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. سيد المنفي أكد على اعتزازه وتقديره الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي، كما أسمى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية التاريخية اللي تربط بين البلدين الشقيقين. بعد كده اللقاء الثاني امبارح او النهارده يعني حسب التوقيت كان لقاء مهم، هو مع عضو السيناتور ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي عن الحزب الجمهوري، ده واحد من الرموز الكبيره للحزب الجمهوري الامريكي واحد قياداته الرئيسيين. طبعا ما ننساش عشان نفتكر مع بعض انه مجلس الشيوخ حتى الان في اغلبيه للجمهوريين، عفوا للديمقراطيين، ومجلس النواب في أغلبية للجمهوريين، يعني مجلس الشيوخ لازال تحت سيطرة الديمقراطيين بصوت واحد تقريبا، ومجلس النواب راح أغلبيته للجمهوريين. طبعا لانسي جراهام عضو مجلس الشيوخ زي ما قلنا، السيد جراهام رحب حسب المتحدث الرسمي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. سيادة الرئيس أعرب عن تقدير مصر العلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين مصر وأمريكا، ومشيرا إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف أيضا المجالات. المتحدث الرسمي أشار أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية اللي بتهم البلدين، مقدمتها طبعا سوريا وليبيا واليمن. والرئيس عبد الفتاح السيسي اوضح في هذا السياق ان مصر تواصل جهودها الدؤوبه لتسويه هذه الازمات بصوره سلميه والتي تؤثر بشكل مباشر على امن واستقرار المنطقه والعالم. سياده الرئيس ايضا اشار الى جهود مصر التي تسعى لتحقيق الحلول السياسيه بالمقام الاول لهذه الازمات، ودعم مؤسسات الدوله الوطنيه. خطاب مصر هنا واضح، هو خطاب زي ما بقول لا يتغير مفهوم الدوله الوطنيه عند الرئيس السيسي في خطبه داخل مصر، في مؤتمراته خارج مصر، في لقاءاته داخل وخارج مصر، هو المفهوم الرئيسي والمركزي اللي الرئيس بيتكلم فيه. وبالتالي بيتكلم عن انه اشار للعضو الشيوخ الامريكي بانه مصر بتقوم دائما بمساعي لتحقيق الحلول السلمية لدعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الفعال للتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار. اللقاء كمان بين لينسي جراهام والرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. سيادة الرئيس أشار إلى جهود مصر اللي بتبذلها في من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنها يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام. دي ثلاث حاجات رئيسية في موضوع القضية الفلسطينية، إنه عندنا المرجعيات الدولية، حل الدولتين، مبادرة العربية للسلام. دي القواعد الرئيسية اللي تحكم موقف مصر والموقف العربي عموما من القضية
الفلسطينية. ورئيس أكمل بأنه وفقا لهذه المرجعيات مصر تدعم كل الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذه الأسس على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ده كلام واضح، وسيادة الرئيس كان قال هذا الكلام أيضا بالأمس في لقائه مع رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية. كمان في نفس سياق الأنشطة، أنشطة الرئيس، كان هناك جلسة عقدتها القمة الأمريكية العربية بعنوان تعزيز الأمن الغذائي والنظم الغذائية. هذه الكلمة وتعزيز النظم الأمن الغذائي والنظم الغذائية، سيادة الرئيس ألقى كلمة، هذه الكلمة يعني كانت فيها بداية مقدمة حوالين تعزيز الشراكة والعلاقات العربية الإفريقية الأمريكية وضرورتها وأهميتها لكي يصل الطرفان إلى سبل لرفع عبء الأزمات على كل منهم خاصة على أفريقيا. والسيادة الرئيس أشار أنه منذ أيام قليلة كنا العالم يقصد نتناقش في قمة المناخ في شرم الشيخ حول أحد أخطر التحديات التي تواجهنا، ونجتمع اليوم طبعا التغير المناخي، نجتمع اليوم لنتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء. وإذا كان الجهد الذي بذلناه قد كلل في شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يوصفني القول بأننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق في القضاء على الجوع في العالم. وتشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015. الرئيس بيشير إلى حقائق دولية أصبحت معروفة في ظل الأزمات، أنه مستويات الجوع بتزيد في آخر ثلاث سنين منذ بداية انتشار جائحة كورونا، ثم بشكل أشد مع الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الآن لأول مرة من عام 2015 بقت ثابتة خمس سنوات معدلات زيادة الجوع من 2015 ل 2020 الآن بتزيد باستمرار. الرئيس بيشير إلى أنه زيادة الإحصاءات الدولية تضعنا أمام مسؤولياتنا، استشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي في العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة 150 مليون شخص عن عام 19، وأفريقيا مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. أفريقيا وحدها فيها تلت رقم الذين يعانون من الجوع في العالم. وانطلاقا ما تقدم، الرئيس يعني ألقى الضوء في كلمته على المحاور التي تمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية. أولها هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصادات دول القارة، لا سيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاءات أو المبادلة أو السداد الميسر. إذن أول جزء في أول محور في رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي هو موضوع تخفيف آليات الديون وعبئها على القارة الأفريقية. اثنين، تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة إلى أفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة بشروط ميسرة. إذن اثنين، تكثيف الاستثمارات الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة. ثلاثة، الحفاظ على حركة التجارة العالمية وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إطارا لتعزيز التكامل بين دول القارة، وده بيتطلب دعم الدول الكبرى لتعظيم الاستفادة منها. ده نمرة ثلاثة في الاستراتيجية أو في الرؤية. أربعة، أنه بما أنه هناك ارتباط وثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي، فلا بد من لهذا الاعتبار أنه مصر تعتبر هذا الرابط أمنا قوميا، بما يحتم توفر الإرادة السياسية لصياغة أطر، مجموعة من الأطر القانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية للجميع دون إلحاق ضرر. خمسة، أنه جهود تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيف المناخي، وبالتالي الرئيس يعني عرج على ما تحقق مخرجات قمة المناخ في مصر والمبادرات اللي صدرت عنها، ومنها مبادرات في مجال تمويل
التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام. كمان في إطار موضوع المناخ مربطا بالغذاء، تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات للتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ. وما تم في شرم الشيخ اللي هو صندوق لتمويل الدول الناميه لتجاوز خسائر واضرار تغير المناخ، ده مقدمه كما اعلن سياده الرئيس ل يعني مزيد من التعاون الدولي وخاصه الامريكي في اطار قضيه الامن الغذائي ومرتبطا بالامن المناخي. عرض سيادة الرئيس بعد كده المبادرات وال يعني مصر التجربة المصرية في هذا الإطار، إطار الأمن الغذائي، بما فيها زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليون ونصف مليون فدان في مبادرة التي أطلقها الرئيس، مشروع القومي للصوامع واللي أدى لمضاعفة القدرة التخزينية للحبوب، استخدام المياه في مصر وما يتخذ فيها من إجراءات تحفظية، وأيضا إضافة إلى هذا المشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها أكثر من مرة بطرق علمية. فسيادة الرئيس دعا بقى الولايات المتحدة في آخر كلمته بشكل واضح إلى 1. تعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لا سيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع الأكبر في العالم ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المتحدة. 2. تخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر تضررا، حيث وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مقدرة من ديونها واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة الـ20 اللي هي الأكبر أكبر 20 اقتصاد في العالم لتعليق الديون، بالإضافة لصياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات. كذلك طلب الرئيس أنه على المؤسسات التمويلية الدولية مسؤولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتها. أخيرا وضع آلية لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار. إذا احنا بنتكلم على يعني خطاب ليس إنشائي، نتكلم على خطاب تفصيلي في رؤية مصر، محاورها، في ما هو تجربة مصر وأيضا أبعادها في موضوع الأمن الغذائي، وفي ما هو مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تحديدا 4 نقاط مطلوبة. هذه النوعية من الخطابات هي النوعية التي تسمعها الدول، وهي اللي بتتعامل بها الدول المسؤولة. ما أسهل الإدانة، ما أسهل يعني الإشادة، الاثنين أسهل من بعض، لكن وما أسهل البلاغة. نحن يعني لغة عظيمة وقديمة اللغة العربية وبها أساليب بلاغة كثيرة، لكن الكلام المحدد في الموضوع مباشرة ده اللي بيلقى مش بس تقدير، بيلقى كمان استجابة وتفاعل حقيقي حول. طيب اللقاء التالي اللي بعد ده عقده سيادة الرئيس في مأدبة عشاء عملتها غرفة التجارة الأمريكية على شرف سيادة الرئيس بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس العلاقات المصرية أو بين مصر والولايات المتحدة. وحضر كل من السيدة سوزان كلارك الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي جون كريستمان، وعديد طبعا من الرؤساء ومديري عدد ضخم من الشركات الأمريكية الكبرى. التحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أكد بأن العشاء شهد حوار مفتوح مع مسؤولي قطاع الأعمال الأمريكي والذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل. وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربا عن تقديره للدور اللي بتقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو. ده كلام مهم لما الرئيس يقول ده قدام رجال الاعمال الامريكان، ان القطاع الخاص هو قاطره للنمو من خلال زياده الاستثمارات وزياده المعرفه والخبرات. ده
كلام مهم في وقت بيتم فيه ترويج بعض الاشاعات وال يعني الاخبار الكاذبه حول وضع القطاع الخاص في مصر. الدوله تحاول ومنذ فتره يعني طويله ولكن بالتكثيف بشكل مكثف اكثر خلال الشهور الاخيره من اجل انه القطاع الخاص يؤدي دوره ويعني يندفع الى الامام في الاقتصاد المصري، والرئيس بيأكد ده قدام رجال الاعمال الامريكان. ولما رئيس الدوله يقول هذا امر مقدر من رجال الاعمال وبيجعلهم اكثر يعني تشجعا ان ياتوا للاستثمار. سياده الرئيس كمان اشار الى المباحثات المثمره التي اجراها مع خلال زيارته الى واشنطن مع عدد المسؤولين الامريكيين لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تم تركيز على سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الأنشطة الاستثمارية الأمريكية في مصر، خاصة في ظل النجاح المحرز حتى الآن والتقدم في مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. الحاضرين أشادوا بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لا سيما من خلال التدابير اللي الدولة بتتخذها من أجل تحسين بيئة الاستثمار وكذلك المشروعات القوميه الكبرى والتي اسهمت مشروعات البنيه التحتيه القوميه الكبرى الجاري تنفيذها حسب كلامهم اسهمت في ان تكون مصر نموذج وقصه نجاح. ده الامريكان اللي بيقولوا مش الجانب المصري يحتذى به على الصعيد الدولي خاصه في ظل الصمود الذي ابداه الاقتصاد المصري في مواجهه الازمات العالميه المتلاحقه مؤخرا سواء كانت كورونا او الازمه الروسيه الاوكرانيه وتحقيق نموذج نمو ايجابي فوق التوقعات. ده ايضا كلام رجال الاعمال المجلس غرفه التجاره الامريكيه ومجلس المصري الغرفه التجاريه عفوا مجلس الاعمال المصري الامريكي. ده رايهم ده رؤيتهم اللي قالوها قدام الرئيس. وانه الاقتصاد المصري تفوق على العديد من الاقتصادات الناشئه على مستوى العالم وان هم اعربوا عن حرصهم على العمل خلال الفتره الجايه على تعزيز الاستثمارات الامريكيه في مصر في مختلف المجالات وحددوا اكثر الصحه التكنولوجيا السياحه الى جانب الطاقه الجديده والمتجدده. إذن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمه للغايه لانه رجال الاعمال في مصر او في العالم خاصة إذا كانوا يعني من الأمريكان أو الأوروبيين وقاعدين مع رئيس دولة ليس رئيسهم وحتى لو مع رئيسهم لن يقولوا شيئا إلا ما سيفعلون. هم بيقولوا أنهم بيقدروا التقدم والنمو المصري الاقتصادي ومواجهة مصر للأزمات الاقتصادية والسياسية الكبيرة زي والصحية زي كورونا والحرب في روسيا بين أوكرانيا وروسيا وأن هم كمان هيبقوا حريصين على تعزيز استثماراتهم خلال الفترة الجاية وحددوا المجالات صحة وتكنولوجيا وسياحة والطاقة وخاصة الطاقة المستدامة. الرئيس يعني أنهى لقائه مع في هذا العشاء بأنه أكد اعتزام مصر بواسطة جهود الإصلاح والتطوير في ظل تنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وتقدير مصر الكبير للعلاقة الاستراتيجية مع الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار الترحيب بتزايد نشاط الشركات الأمريكية العاملة في مصر. وأشار سيادته أخيرا على أنه مخرجات قمة المناخ بشرم الشيخ تفتح آفاق واسعة للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. اللقاء الخامس لسياده الرئيس كان مع رئيس البنك الدولي السيد ديفيد مالباس وده تم ايضا اليوم. السيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسه قال ان الرئيس اكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك امتدادا لشراكه مثمره بين الجانبين خاصه في ضوء الازمات الدوليه المتعاقبه التي يتعرض لها العالم وتبعاتها على كافه الحكومات لا سيما من الدول الناشئه. والرئيس اكد انه التغيرات انه مسار التنميه الشامله اللي بتسلكه الدوله في مصر في كل المحاور الاقتصاديه والاجتماعيه والتغيرات الاقتصاديه العالميه الحاليه تفرض قيام المؤسسات الماليه الدوليه على راسها البنك الدولي بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التي تضررت بشده من هذه التغيرات. وبالتالي الرئيس بيدعو بشكل واضح انه البنك الدولي كان له معايير في مساعده الدول والوقوف بجانبها، هذه المعايير كانت موروثه من عالم مختلف، العالم الان الذي نعيشه في حروب كبيره
حصلت يعني حروب في حرب، وفي عندنا للأسف الشديد جائحة كورونا قبل ده مباشرة، وبالتالي لابد البنك الدولي أن يعيد النظر في معاييره، معايير التي يعني يضعها عادة للتعامل مع الدول ومعاونتها. والسيد مالباس رئيس البنك الدولي أعلن أو أكد سعي البنك نحو تطوير التشاور ما بين والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها والتي انعكست على الصلابة والمرونة التي أبداها الاقتصاد المصري في مواجهة كافة الأزمات العالمية المتلاحقة، مما ساعد على تحقيق مصر والاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، إلى جانب جهود لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية العملاقة على نحو جعل من مصر نموذجا يحتذى به في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي. احنا بنتكلم على المؤسسة الاقتصادية الأكبر مع صندوق النقد الدولي، هم الأكبر على الإطلاق في النظام الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأيضا صندوق النقد الدولي. فلما رئيسه يقول هذا الكلام ده بيعني أنه هناك يعني شيء حقيقي يحدث في مصر، ويعني وخاصة أنه لا مجال أيضا زي ما بقول لكي يعني يجاملنا أحد، يعني المجاملة ليست أمرا واردا في مثل هذه اللقاءات. وفي نهاية اللقاء شهد اللقاء استعراض لأهم ركائز التعاون مع البنك الدولي، لا سيما في ظل أزمتي الطاقة والغذاء على مستوى العالم، إلى جانب عرض مختلف مشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفضلا عن وده آخر شيء التباحث حول تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية. اللقاء الأخير اللي شاهدوا قائم به السيد الرئيس النهاردة، ولم تعلن يعني تفاصيل له حتى اللحظة، هو اللقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، وده لقاء مهم يأتي مكمل لما تم أمس في زيارة السيد الرئيس للبنتاغون مقر وزارة الدفاع الأمريكية، ولقاءه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، وكمان لقاءه مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. وأنا عايز بس أقول لحضراتكم أنه كده عندنا معنيين لكل هذه اللقاءات، وهذه المعنى الأول أنها شملت تقريبا يعني كل المجالات، وشملت كل الفئات، يعني من المسؤولين الرسميين للمسؤولين العسكريين، وده بالمناسبة الرئيس السيسي هو وحده الذي زار البنتاغون فقط لا أحد غيره، وما يعني وما صدر في الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية يؤكد أهمية هذه الزيارة، وإنه الجانب الأمريكي بينظر لها من جانب مصالحه، والجانب المصري أيضا من جانب مصالحه، والاثنين تلاقوا في هذا، وبالتالي لا يوجد في خلال القمة الأمريكية الإفريقية سوى الرئيس السيسي الذي زار بنتاغون وجلس مع القيادات العسكرية، كمان لقاء وزير خارجية، واللقاءات مع المنظمات اليهودية، اللقاء مع السيد محمد المنيفي. أنا بتكلم على دائرة الاهتمام المصري، هي دائرة كبيرة. زيارة الرئيس لحضور هذه القمة لا تعني فقط أنه يعني حضر القمة بكل جوانبها التشاركية أو التعاونية بين مصر بين الأفارقة والأمريكان، لكن لا، هو كمان حجم التنوع في اللقاءات وفي المقابلات كان كبيرا، بما يحقق مصالح لمصر. الهدف في كل هذه اللقاءات هو مصالح لمصر. وطبعا الخلاصة اللي هي الحقيقة بنرجع تاني اللي قلناه في الأول، جعلت أنه لا يوجد أمل الآن لدى من كانوا يعملون على الاحتجاج والتظاهر أمام مقر إقامة الرئيس من الإخوان وأنصارهم، لا يوجد أمل. العلاقات تتشعب وتتعدد، وهي علاقات شراكة استراتيجية بالفعل بالمصر بالولايات المتحدة، وبالتالي يعني لا أمل لديهم
قضي الامر، احنا بنقول لهم يعني قضي الامر، واذا راينا كيف يعني حاله نقول ايه الود الشديد والتفاعل الايجابي الشديد ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن في هذه القمه اثناء لقائه معاه على هامش القمه او في العشاء احد العشاءات، هنشوف قد ايه ده يدينا صوره عن قد ايه العلاقات المصريه الامريكيه على مستوى القمه، الرئيسين يتصافحها والرئيسين يعني في حاله تضاحك او ضحك شديد، وده كمان وود شديد، وده شفناه كمان في شرم الشيخ، شفناه مع رئيسة مجلس النواب السابقة السيدة بيلوسي، وشفناه مع الرئيس بايدن نفسه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لشرم الشيخ. إذن هي قمة ناجحة، زيارة أيضا على المستوى الثنائي مع عديد من المسؤولين وفي مختلف المستويات ناجحة، وإن شاء الله يرجع الرئيس بالسلامة. ونحن يعني انتهينا كده من أخبارنا النهاردة، نخرج إلى فاصل ونعود إلى فقرتنا التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. النهاردة في إبلي وبحري احنا رايحين شمال غرب مصر، شمال غرب مصر، رايحين المحافظة التانية في مساحة في مساحتها بعد الوادي الجديد. الوادي الجديد في حدود 40% من مساحة مصر. محافظة مطروح اللي احنا رايحينها النهاردة مساحتها حوالي 16% من مساحة مصر، 166 ألف كيلو متر مربع ويزيد قليلا. هذه المحافظة الضخمة اللي عدد سكانها الرسمي في نوفمبر 2021 هي حوالي 500 أكثر قليلا من نصف مليون مواطن. وهذه المحافظة بتنقسم لثمان مراكز: مركز الحمام، العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، براني، السلوم، سيوة. وهذه المحافظة الآن زي ما حضراتكم طبعا شايفين وشايفين من عدة سنوات أصبحت يعني المكان الرئيسي لفتح مصر على الصحراء للاستثمار، لجعل كل شبر في مصر قابل للحياة، بل والحياة الكريمة للجميع. والحياة الكريمة هنا بتشمل كل فئات المجتمع المصري. محافظة مطروح نموذج مؤكد لهذا. طبيعتها بالرغم انها كانت طبيعة صحراوية كاملة، الآن نشهد تغير كبير في طبيعة محافظة مطروح. سعدنا النهاردة ان احنا يعني يكون معانا على التليفون، واحنا النهاردة يعني بنهنيه بالعيد القومي لمحافظة مطروح 15 ديسمبر اللي كان امبارح، واللي هو بمناسبة انتصار ومعركة وادي ماجد، واحدة من المعارك الكبيرة اللي عملها ابناء مطروح، ابناء القبائل ضد الاحتلال البريطاني سنة 1915. بنرحب بسيادة اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ونقول له اهلا بيك وكل عام وانت حضرتك وكل اهل مطروح بخير. اهلا بيك سيادة اللواء. اهلا بيك دكتور ضياء وشاكرين على المقدمة الجميلة ديت، ويعني كل سنة وسيادتك طيب وكل مشاهدين برنامجك الكريم يعني بخير وسعادة يا رب ان شاء الله. طبعا احنا حضرتك مقدرين انه ما قدرناش نطلع مع حضرتك يعني صوت وصوره سكايب او زوم نظرا لانشغالك بعدد كبير من الضيوف النهارده في الاحتفال من امبارح. صحيح. الاحتفال بالضيوف من خارج المحافظه، اقصد يعني ضيوف مرسى مطروح. فعلا كان مشرفنا النهارده وكيل الاوقاف وفضيله المفتي وبعض الضيوف. صحيح. احنا الحقيقه الاول يعني ذكرت انا جمله في نهايه المقدمه ما اعرفش مدى صحتها، كان المتعارف عليه حتى في الدراما وفي الافلام، افلام تحديدا السينمائيه، انه يعني انطباعنا ان مطروح محافظه نائيه صحراويه لا يوجد فيها تنوع مجتمعي او سكاني او حضري. النهارده مرسى مطروح حاجه تانية، هل ده تقدير صحيح؟ ده حقيقي، وأصبحت مطروح الآن هي قاطعة التنمية في مصر، ولما ما فيها من يعني كل الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها، زراعية، سياحية، صناعية، إسكانية، في جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة مطروح. ودعني دكتور ضياء يعني في البداية
ان انا اتقدم لسيادتكم ولهيئه الاستعلامات على دعمكم وتعاونكم في اقامه المؤتمر الاعلامي وافاق التنميه السياحيه بواحد سيوه خلال شهر نوفمبر الماضي من خلال المركز الاعلامي مطروح، ولما كان لهذا المؤتمر من تاثير فعال في الترويج والتعريف بواحد سيوه وامكانياتها. وانا يعني على الهواء وبعيدا عن دوري الان كمقدم برنامج، لكن نعم. كرئيس هيئه بعتذر عن عدم قدرتي على الحضور ساعتها ومشاركه اهل مطروح هذا المؤتمر نظرا لالتزامات مسبقه حضرتك كنت عارفها. انا عارف طبعا، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله ما في الخير وصالح مصر يا رب دايما ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا في بدايه يعني طبعا نبدا الاول بالعيد الوطني تمام القومي لمحافظه مطروح، وزي ما سيادتك اشرت كده في المقدمه ان العيد القومي لمطروح بيوافق 15 ديسمبر من كل عام، وده بذكرى انتصار ابناء مطروح بقياده المجاهد حسين العاصي قائد ثوره ابناء مطروح في الانتصار على الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت عام 1915. احنا طبعا بدانا احتفالاتنا حقيقه بايقاد الشعله من امام ديوان عام المحافظه، وسبق طبعا حفل زفاف جامعي ل 30 عريس وعروسه، وافتتحنا بعض المشروعات كمحطات صرف صحي، يعني افتتحنا 3 محطات صرف صحي. كذلك النهارده كان الجمعه بعد صلاه الجمعه مباشره افتتحنا دار الافتاء، فرع دار الافتاء المصريه في مطروح عندنا هنا. واحتفالاتنا الحمد لله هذا العام كلها جايه في اطار افتتاح مشروعات تم الانتهاء منها، ويستمر احتفالاتنا على مدار عام شهر ديسمبر بالكامل، على مدار شهر ديسمبر كله بالكامل كلها افتتاحات باذن الله. يعني ان شاء الله بكره رايحين نفتتح المحطه الرابعه لمحطات الصرف الصحي. طب المحافظه زي كنت بقول انطباعنا عنها الان ان احنا ليست الصوره التقليديه اللي كنا بنشوفها مطروح صحراء ويعني بعض الشواطئ القليله اللي فيها يعني مصيفين، احنا بنتكلم على محافظه متنوعه، هل تنوعت فعلا مطروح الان في شكلها على الاقل لغايه ما ندخل في التفاصيل؟ طبعا سياده مطروح الحمد لله يعني اول حاجه بتحظى اهتمام كبير من القياده السياسيه بالصحراء الغربيه ومحافظه مطروح عموما، وده واضح تماما من حجم المشروعات القوميه التي اقيمت على نطاق محافظه مطروح والصحراء الغربيه، لان محافظه مطروح يعني زي ما انت عارف من المحافظات الوحيده ويعني حصلت فعلا باهتمام كبير من القياده السياسيه والحكومه المصريه، ويمكن اقول من حضرتك من بعض المشروعات القوميه التي اقيمت على ارض المحافظه. يمكن نبدا بمدينه العالمين الجديده. طبعا دي المدينه العالمين الجديده داخل الحدود الاداريه للمحافظه، وتعد يعني من المدن الجيل الرابع الصديقه للبيئه، وده كان نموذج جديد للمدن الساحليه المصريه التي تحقق تنميه متكامله ومتنوعه الانشطه في كافه المجالات. يعني لها موجوده في العالمين انشطه سياحيه، موجوده انشطه صناعيه تجاريه، انشطه تعليميه، يمكن عندنا النهارده جامعه العالمين الجديده، وعندنا فرع الاكاديميه البحريه. الاسكان بانواعه المختلفه بدءا من الابراج، الاسكان الاقتصادي، الاسكان الاجتماعي، الاسكان محدود الدخل، كل ده موجود. النهارده اصبحت مدينه العالمين كنا بنشغلها الثلاث شهور توصيف بس، النهارده مدينه العالمين اصبحت تعمل طول العام صيفا وشتاء، وكل يتم طبعا بسواعد ورؤيه مصريه خالصه، وتزييب يعني بانجازات متسارعه جدا تنفيذ توجيهات القياده السياسيه، وده طبعا بيوفر مجتمع جديد، بيوفر فرص عمل على نطاق واسع، اصبحت مدينه جاذبه للسكان سواء من مواطني الوادي والدلتا او من مطروح. يعني النهارده مدينه العالمين النهارده تستوعب من 2 ل 3 مليون مواطن من السكان. نعم. ده طبعا ده بيخفف الضغط والازدحام السكاني. طيب حضرتك يعني هرجع لده، انا بس بذكر انه احنا الاسبوع الماضي كان معانا في نفس الفقره ابلي وبحري سياده اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. نعم. والنهارده احنا بنستكمل كل الشق الغربي بمصر، يعني 40% تقريبا الوادي الجديد، 16% مطروح كده، 56% من مساحة مصر، أكثر من النصف قليلا خدناه في أسبوعين، وبنكمل مع حضرتك. وبالتالي رجوعا لأهمية ده حضرتك من ناحية الاستراتيجية ما بين قوسين الاقتصادية، إيه أهمية محافظة مطروح؟ طبعا أهمية محافظة مطروح طبعا هي يعني زي ما سيادتك أشرت هي ثاني أكبر محافظات مصر من حيث المساحة بعد الوادي الجديد.
فيها كل انواع يعني بقول النهارده اصبحت محافظه مطروح فعلا هي قطيه التنميه والمستقبل لمصرنا الحبيبه لما فيها من لانها محافظه بكر وفيها فرص متاحه كبيره جدا لجميع انواع الاستثمار اللي ممكن تجري على ارض محافظه مطروح سواء على السبع مدن موجودين ومراكز موجودين على الساحل الشمالي وسيوة جنوبا المركز الثامن. فطبعا دوت يعني واضح حضرتك من كتر يعني الحمد لله النهارده معظم المشروعات القوميه يعني من طرق من محطات تحليه من مدن جديده من النهارده يعني في مجال الطرق النهارده عندنا طريق سيوة مرسى مطروح ده طريق حيوي جدا داعم للسياحه وكان في مشكله في الطريق ده قبل كده الحمد لله النهارده يتعمل طريق خرساني بطول 300 كيلو متر وده اول يعني طريق من نوعه في مطروح هنا والطريق ده عشان معمول لمسار العربيات النقل الثقيل حتى لا تؤثر على الطريق الاسفلتي وطبعا انت عارف ان سيوة يعني فيها ملح وفيها موارد طبيعيه كتير جدا وبنصدر منها لاماكن زي امريكا وكندا كده. فالحمد لله النهارده بينشا النهارده طريق خرساني دوت بتكلفه 3.2 مليار جنيه من خلال 6 قطاعات الحمد لله شغالين في 4 قطاعات وباقي قطاعين كل قطاع حوالي 50 كيلو يعني. بالتوازي معايا يا فندم بيتعمل الطريق الاسفلتي بقى يعني بقى معانا الاثنين الاسفلتي والخرساني تمام. طبعا الاسفلت ده للمسافرين والزائرين والعربيات الصغيره فطبعا ده ان شاء الله يكون حاجه كويسه جدا جدا. يعني لو كان بقى بيت الطرق طبعا محور طبعا سياده كبير الفرق الضبع ده معروف تمام والنهارده محور الفرق طبعا النهارده هيمتد هو من الضبع اللي مرسى مطروح وان شاء الله مخطط يوصل حتى الحدود الغربيه مع السلوم في السلوم مع الحدود مع ليبيا هيكون طوله حوالي بتاع 600 كيلو متر وطبعا الطريق ده يعتبر رابط ما بين الزعفرانه والسخنه على البحر الاحمر ورابط ايه البحر المتوسط في الشمال. طب سياده المحافظ يعني محافظه مطروح عموما العدد السكان اللي هو معلن من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في نوفمبر 21 ان هو في حدود 520 الف مواطن وكان حضراتكم في المحافظه خاصه في المناطق الساحليه بيجي لكم في الصيف يعني 4-5 اضعاف او اكثر هذا العدد. اللي هاممني دلوقتي اكثر مع استمرار طبعا تدفق الناس في الصيف لكن هل المقيمين اقامه دائمه في مطروح وبعد المشروعات اللي تمت دي عددهم بيزيد وانتم مستهدفين قد ايه من العدد في 16% من مساحه مصر؟ طبعا تمام طبعا زي ما حضرتك اشرت كده يعني انا قلت لستك مثلا من العامين الجديده دي تتسوق من 2-3 مليون فده هيكون جذب سكاني ويخفف الضغط والازدحام السكاني في مناطق اخرى. طبعا مع انشاء بقى المدن الجديده زي ان شاء الله مخطط النهارده يعني هون العالمين الجديده ان شاء الله قريبا هنفرح وهنشوف بدات التخطيط العمراني لمدينه قصر الحكمه الجديده. ومخطط طبعا للتخطيط العمراني طبقا للقرار 361 لسنه 2020 من خلال هيئه التخطيط العمراني وزاره الاسكان في مخطط عمراني متكامل للساحل بالكامل من العالمين حتى السلوم. صحيح صحيح. فده ان شاء الله طبعا هينشئ مشروعات كبيره جدا، هذه المشروعات هتوفر فرص عمل للشباب سواء من محافظه او خارج المحافظه. وطبعا عشان كده بقول ان في عوامل جذب وفعلا هي مطروح هي فعلا قاطره التنميه. يمكن لو كلمت سيادتك على مثلا محطات تحليه مياه البحر. انا كنت عسل عن الميه دلوقتي حاليا. انا افتكرت مسيرتك قلت لي ان الزحمه والناس وبتيجي يعني ده كان صحيح. مشكله. صحيح. اتفضل. طب لو خدناها قطاعيا بقى اول شيء بتكلم عنه هو المياه وخاصه في بعض يعني الحاجات الموجوده على الصفحه عند حضرتكم من قطاع المياه في بعض المناطق. طيب. واخد بقى حضرتك فايه وضع موضوع المياه الان في هذه المحافظه الصحراويه؟ طيب يعني هقول لسيادتك طبعا هو طبعا بالنسبه لتقطع المياه احيانا في التوقيتات ديت عشان احنا داخلين في التوسعه للطريق الدولي الساحلي من الضبع حتى مرسى مطروح. بطول 130 كيلو متر فطبعا دي مع البنيه التحتيه مع الشغل العمل والحفارات والبزارات اللي شغاله فاحيانا بتتاثر مواسير الميه فبيحصل فيها كسور على طول بنسال مع شركه الميه من خلال اداره الميه مع القوات المسلحه بنسال اصلاحها اولا باول ده يعني دي حاجه يعني مؤقته ومعروف اسبابها ايه وعلاجها موجود يعني عندنا تمام. انما المشكله نفسها كان لما يجي لنا يعني السنه اللي فاتت كان عندنا حوالي 5 6 مليون دخلوا مطروح السنه اللي فاتت تمام ما 5 6 مليون دول كلهم عايزين ميه صحيح
فطبعا يعني ما حلش مشكله المياه فعلا غير محطات تحليه مياه البحر، والدوله مشكوره والقياده السياسيه مهتمه جدا، واحنا بنعتبر محطات تحليه مياه البحر دي بنطلق عليها هنا نيل مصر الجديد بالنسبه لنا في مطروح. هي كافيه لهذا الحد؟ يعني احنا عندنا 3 محطات تحليه حاليا موجودين في الرميلة، دول بينتجوا 60,000 متر مكعب. ده بيعني من الاستهلاك اليومي بيعني قد ايه؟ انا هقول لك. وحاليا جاري انشاء النهارده محطه تانية بطاقه 65,000 متر مكعب، يعني قد ال3 محطات الموجوده حاليا دلوقتي، وقبل التوسعه لغايه 130,000، دي بتكلفه 1.3 مليار جنيه. هيبقى اجمالي الطاقه الانتاجيه لمحطات الرميله بس اللي داخل مدينه مرسى مطروح بس حوالي 125,000 متر مكعب، وده يكفي احتياجات مدينه مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. يعني 15 سنه من النهارده. بعد ان شاء الله ما تستكمل المحطه الاخيره ديت اللي هي بتاخد 65,000 وقبل التوسعه لغايه 130,000 متر مكعب، وحاليا شغاله فيها مسنده لاضاءه المياه بالقوات المسلحه التابعه للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وشغالين فيها حاليا دلوقتي. وان شاء الله مخطط يعني خلال 23 تخلص منها باذن الله تعالى. ده بالاضافه لمحطه تحليه الضبعه. دي كانت محطة انتجت وانشئت بطاقة 40,000 متر مكعب، وتصل بالتوسعة لغاية 80,000 متر مكعب بتكلفة حوالي 980 مليون جنيه. في عندي محطة تحلية سيدي براني دي 7,500 متر مكعب في اليوم. في محطة تحلية مدينة النجيلة 3,500 متر مكعب في اليوم بتكلفة 145 مليون. ده كله ساعد في القضاء على معاناة أهالي مطروح لسنوات طويلة قبل كده من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال موسم الصيف السياحي. الحمد لله احنا دخلنا من 5-6 مليون السنة اللي فاتت أو الصيف اللي فات ده، بفضل الله سبحانه وتعالى. صحيح. ما حصلش، الحمد لله كانت المياه كويسة، وكل الزائرين وكل المصطفين يعني ربنا الحمد لله سترها معانا، وإن شاء الله يعني مزيد من الخير. ومع الانتهاء من المحطة الرابعة اللي بتنشأ حاليا دلوقتي هيكون إن شاء الله موجود المياه كافية، وإن شاء الله ما يكونش فيها أي مشاكل. صحيح. وإن بالإضافة لسيادتك إن احنا برضه نعم بنعمل محطات تحلية بقى فين؟ من مياه الجو، مش من مياه البحر، من المياه الجوفية في القرى والمدن والتوابع اللي هي داخل الصحراء. ممتاز. فدي طبعا بتزعد اهلنا، يمكن عملنا حوالي 10 محطات تحلية مياه للمياه الجوفية في مناطق غرب المحافظة في مراكز ومدن النجيلة وبراني والسلوم، في عدد من القرى يعني والنجوع زي قرية أولاد مزوق والزويدة والفخري والظافر وأبو زريبة وجرين وأبو سطيل وشماس، كل اللي عملناه بتاخد حوالي 850 متر مكعب في اليوم، دول لخدمه اهالينا، عشان تتك عارف ان احنا بنعتمد على الزراعات المطريه. وانا هرجع لده بقى. تمام. لان اولا انا باكد اللي حضرتك قلته من شويه، انه يعني ما حدش حكى او قال او نشر باي شيء يخص نقص المياه في موسم الصيف الحقيقه، من الظروف من ظروف مرسى مطروح رغم العدد الهائل. صحيح. اللي بيبقى موجود عندكم في المحافظه يعني. طيب انا كان الموضوع الثاني هو الزراعه. نعم. الزراعة موضعها ايه؟ كان ايه؟ ودلوقتي ايه؟ وان شاء الله مفروض يبقى ايه في مرسى في محافظة مطروح؟ تمام. انا بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا انت عارف سيادتك احنا بنعتمد على الزراعات المطرية. مظبوط. فاحنا كل اتجاهاتنا ومشروعاتنا بتتجه نحو الاستفادة من مياه الامطار. حصاد وتجميع مياه الامطار. فده احنا يعني متوسعين فيه كويس جدا جدا جدا، ومن خلال انشاء سدود وخزانات مياه ابار نشو، تطهير الابار الرمانيه اللي موجوده عندنا، وكل ده طبعا بيساعد في توفير المياه الخاصه بسواء بالزراعه سواء بالري سواء للثروه الحيوانيه مياه الشرب، كل ده طبعا يعني احنا مهتمين جدا جدا، ومعانا يعني بعض الجهات بتشترك معانا، وزاره الزراعه وزاره الري، جهاز التنميه المستدامه، المخطط والمحافظة نفسها من خلال الموازنة بتاعتها وموارد الذاتية. الحمد لله كلنا متكاتفين مع بعض وعاملين قاعدة بيانات كاملة لكل الآبار وكل السدود وكل الخزانات الموجودة عندنا، بحيث كل أهلنا يستفيدوا منها. طب الاستصلاح في مرسى في محافظة مطروح عامل ازاي؟ استصلاح الأراضي؟ طبعا احنا طبعا النهارده معظم الاستثمار الزراعي حاليا موجود ناحية الضبعة وناحية الحمام وفي واحد سيوة. يمكن سيادتك لو شفنا ناحية على محور الضبعة، يعني عندنا مشروع مستقبل مصر. مظبوط. عندنا مشروع 1.5 مليون فدان. مظبوط. ودلوقتي فيه كان مطروح كان بدايتها فيها كان حوالي 180,000 فدان. كان 150,000 مغرى و30,000 سيوة. النهارده شفنا مشروع مستقبل مصر 700,000 فدان بالإضافة ل1.5، يعني دخلنا في 2.2 من 10 مليون
فدان زراعي. منهم في مطروح قد ايه؟ منهم في مطروح 700,000 مستقبل مصر. وده مربوط على محاور البحيره ومطروح والجيزه. وعندنا في سيوه الريف المصري برضه شغال فيه 30,000 فدان في سيوه. وبالاضافه الى الخدمه الوطنيه يعني شغاله في سيوه كويس جدا جدا، بتستصلح اراضي واراضي موجوده زراعيه مع الابار، لان سيوه هي فعلا الاستثمار الزراعي فيها ناجح جدا جدا جدا، وذلك توفر المياه. طيب كان عندنا مشكله في سيوه اللي هو الصرف الزراعي الزائد. تمام. كانت ميه زايده. وكان توجيه القياده السياسيه ان المشكله دي تتحل من جذرها، لان المشكله دي موجوده من التسعينات. كانت بتاثر على الزراعات وخلت الارض اتطبلت فالحمد لله من خلال تعاون مشترك المحافظه مع وزاره الري ومع وزاره الزراعه مع جامعه القاهره، تم وضع الحلول الدائمه لمشكله الصرف الزراعي، وحاليا شغالين فيها دلوقتي، بنعمل قناه مفتوحه تنقل الصرف الزراعي طولها حوالي 40 كيلو متر، تنقل الصرف الزراعي الزائد المياه الزائده، وعلى طول هذه القناه ارض صحراويه طبعا، تبدا هذه الارض الصحراويه تتحول ان شاء الله من ارض صحراء الى ارض خضراء، ويقام عليها محاصيل زراعيه طبقا اللي بتدرسه حاليا دلوقتي وزاره الزراعه ومركز حوزه الزراعيه والصحراء، علشان يشوف ايه انواع المحاصيل اللي ممكن تنشا على هذه القناه في جاري انشائها حاليا في واحد سيوه. طيب المؤكد حتى الان انه محافظه مطروح وخاصه المدن الجديده وسواحلها هي مكان جذب قوي جدا للمستثمرين وخاصه المستثمرين العقاريين. هل الأراضي المستصلحة بهذه المساحات الضخمة والإمكانيات البنية التحتية اللي موجودة فيها، هل الاستثمار في الزراعي حاله إيه؟ يعني عشان دي أراضي الدولة بتقول تعالوا يا مستثمرين، وسيادة الرئيس قالها كذا مرة، يا ترى هل الإقبال على الأراضي المستصلحة من المستثمرين الزراعيين أو التصنيع الزراعي أخبارها إيه؟ طبعا يعني شيء بالشيء يذكر إن إحنا في أول ديسمبر عملنا مؤتمر استثماري ودعونا فيه كل المستثمرين سواء مطروح وخارج مطروح، والحمد لله كان مؤتمر استثماري ناجح، لان احنا اعلنا فيه جميع الفرص المتاحه داخل مطروح حاليا. كان عندنا اكثر من 50 فرصه استثماريه، كان منهم 15 فرصه في سيوه، ودي كلها سوق استثماريه زراعيه بالاضافه الى السياحه العلاجيه. فاحنا يعني اعلنا عنها، وكل فرصه بمكانها فين، بمساحتها قد ايه، بالتخطيط العمراني لهذه المنطقه بيقول ايه. وطبعا الساده المستثمرين حضروا معانا من مصر وخارج مصر ومطروح، وكل واحد اعطانا له اجنده فيها كل الفرص الاستثماريه، وخد فلاشه فيها كل المواصفات بتاعت هذه الفرص الاستثماريه. واعلنا ان شاء الله احنا يبدا قبول الطلبات ان شاء الله من اول يناير باذن الله 23، ده كله بالتنسيق مع هيئه الاستثمار. طب سياده المحافظ، يعني بالنقطه دي عشان دي نقطه حضرتك عارف مدى اهميتها للدوله اللي هي الاستثمار المباشر، يا ترى المستثمرين ابدوا اي في المؤتمر يعني اي ملاحظات حوالين مطالب ليهم؟ مش بتكلم على محافظه مطروح. نعم. بتكلم على الاستثمار عموما، اللي احنا عارفين كلنا ان في مشاكل في الاستثمار الحقيقي. تمام. فيا ترى ايه اللي يعني ايه اللي قالوه وخاصه ما يتعلق بمطروح، مش بسيادتك طبعا او المحافظه. تمام. هو طبعا مش ظروف الاستثمار يعني. بالظبط. هو طبعا يعني كان في مطروح طبعا كان في بعض الاستفسار عن بعض الفرص، طبعا احنا ردينا عليها في المؤتمر. وكان اهم حاجه بالنسبه لهم هو التيسير على المستثمرين في الاجراءات. مظبوط. وضغط الوقت. مظبوط. ويعني ونشتغل فعلا بسياسه الشباك الواحد. مزبوط. يعني بحيث المستثمر ما يجيش هنا ويروح هنا ويروح هنا ويضيع وقت كبير جدا. مظبوط. لان طبعا المستثمر ضده ده الوقت بالنسبه له يعتبر يعني فلوس. صحيح صحيح. فاحنا طبعا برضه هذه اللي احنا مع بالتنسيق مع هيئه الاستثمار، واحنا ان شاء الله نذلل كل المصاعب ليهم، وان شاء الله يكون يعني احنا هنبدا ان شاء الله من اول يناير اللي جاي ان شاء الله نبدا نتلقى طلباتهم ان شاء الله. واحنا جاهزين باذن الله لتذليل اي معوقات او مصاعب تخص المستثمرين في تقديم طلباتهم لينا ان شاء الله. هو الحقيقه يعني يمكن حضرتك محافظه مطروح عندها تميز في موضوع جذب المستثمرين بانه المحافظات الاخرى لا يوجد فيها هذا الجذب او كبير جدا للمستثمر العقاري والمصيف. صحيح. في الشمال والمدن الجديده زي العالمين وزي راس الحكمه. صحيح. وبجانبها كمان مساحات ارض زراعيه مستصلحه ضخمه جدا. صحيح.
ده اظن انه مش موجود في اي محافظه اخرى، وبالتالي هل ده هيشجع اكتر في راي حضرتك انه المستثمر يجي يبقى حاسس ان جنبه يعني اعمار، جنبه كمان استثمار تاني ممكن ينوع استثماراته؟ بالظبط كده. يعني لو قلنا ستر على مثلا عن حلول استثمار زراعي، فممكن مع الاستثمار الزراعي والزراعات والمحاصيل تقام صناعات خاصه بالصناعات بالزراعات المحليه الموجوده عندنا. ده كان سؤالي التالي. طب حضرتك اتفضل قول لي عليه. واحنا متميزين النهارده في التمور، متميزين في التين، متميزين في الزيتون. النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى في سيوة ما كناش بنزرع لا خضر ولا فواكه، النهارده بدأنا زراعة الخضر والفواكه في سيوة، فده برضه انتاج كويس جدا. دلوقتي بنجهز وزعنا كل تقاوي الشعير والقمح على اهالينا في الصحراء عشان نستفيد بموسم الامطار ان شاء الله. بالاضافه الى زراعات القمح موجوده عندنا في قرى البنجر في مركز مدينه الحمام. فالحمد لله يعني ان شاء الله يكون موسم مطر مبشر بالخير، لان احنا اهلنا يحبوا المطر جدا، ده موسم خير بالنسبه لنا. صحيح. وزراعتنا كلها بتقوم على المطر. وطبعا يعني سيادتك يمكن سيادتك شفت النهارده مدينه المشروع الكبير اللي هو توليد الطاقه الكهربائيه من الطاقه النوويه في الضبعه. طبعا سلميه ده طبعا. كان مشروع فعلا يعني كنا بنحلم بيه، الحمد لله النهارده اصبح واقع. وتم يعني الصبغه الخرسانيه للوحده الانتاجيه الاولى في شهر يوليو الماضي، وفي شهر نوفمبر الوقت الصب الخرسانية الثانية من إجمالي 4 وحدات. فالحمد لله يعني ده خير كله لينا والأهالينا والمصر والدول اللي جوارها تستفيد مننا برضه إن شاء الله، وكل المشروعات القومية دي ما عايزة كهرباء. فكل ده إن شاء الله يكون متوافق بإذن الله تعالى. طب أخبار التعليم إيه في محافظة مطروح دلوقتي؟ طبعا إحنا بنهتم جدا بالتعليم، لأن التعليم والصحة هما جناحين تقدم اي دوله اي مكان. نتكلم على الاثنين، كان الصحه سؤالي اللي بعده، نتكلم على الاثنين مع بعض. انا اسف كنت لا اهو لا متشكر لحضرتك. ففعلا التعليم بالنسبه لنا مهم جدا جدا. احنا الحمد لله متوسعين في انشاء المدارس وخاصه المدارس الفنيه. النهارده يمكن اضفنا في التعليم الفني في مطروح بعض التخصصات مش موجوده او يمكن احنا اول محافظه نعملها. وهي خاصه يعني فتحنا تخصص التعليم الفني خاص بالمراعي. لان عشان الحاجه اللي تخدم على البيئه عندنا، احنا طبعا 60% من المطروح بيشتغل بالراعي والزراعه. تمام. فعملنا فصل خاص بالمراعي للطلبه في التعليم الفني. عملنا فصل خاص بتحليه المياه سواء مياه بحر او مياه جوفيه برضه عشان يخدم على البيئه ويطلع ابناء المحافظه هم اللي يخدموا محافظتهم. عملنا فصل خاص في التعليم الفني خاص بمكافحه افات واسوس النخيل عشان نحافظ على الثروه التمور اللي عندنا في واحد سيوه. ده وضع اضفناه. عملنا فصل خاص بالمنسوجات والاستفاده منها وفي برضه المدارس الفنيه، وده عملناه في الضبعه. يعني ماشيين في اتجاه اللي يخدم على البيئه، وفعلا النهارده بنشجع التعليم الفني. الكثافات معقوله في التعليم العام؟ احنا دلوقتي الكثافات عندنا مع توسعنا في المدارس قللنا الكثافات كانت في الفصول. يعني الحمد لله مش عايز اقول بقى حياه كريمه عملت علينا مدارس كتير جدا مع التنسيق مع وزاره البيئه والتعليم وهيئه الابنيه التعليميه بالخطه بتاعتهم. فعلا بننشا يعني احنا العام دوت انشانا 11 مدرسه جديده. بالاضافه الى التعليم المجتمعي وده مهم جدا بالنسبه لنا في الصحراء والتوابع. بنعمل الفصل الواحد التعليم المجتمعي عشان ما يحصلش تصادم لابناء هذه المناطق من التعليم. وده بالتنسيق كامل مع وزاره التربيه والتعليم ومع مؤسسه مصر الخير. يعني فاحنا مهتمين جدا بالتعليم، ويمكن لسه من خلال برضه يعني احتفالنا بعيد القومي السنه دي افتتحنا اداره تعليميه جديده بمدينه مرسى مطروح، وكان حاجه جميله جدا. يعني مبنى يليق بالمعلمين والمعلمات وبما يعني يضيف للمنظومه التعليميه في مطروح. طب الصحه بقى؟ بالنسبه للصحه يعني طبعا ان شاء الله، طبعا في بدايه بدء يعني ان شاء الله مطروح داخله في المرحله الثانيه للتامين الصحي الشامل خلال 23 باذن الله 2023. وطبعا دي يعني تبقى يعني هتقدم خدمه طبيه لائقه لجميع اهالينا في مطروح. صحيح. احنا طبعا بنهتم من خلال تعاون وثيق مع وزاره الصحه ومن خلال المواد الذاتيه للمحافظه. احنا الاثنين فعلا بنتكامل في ان احنا نجهز سواء المستشفيات او الوحدات الصحيه بما تقديم خدمه طبيه لائقه بابناء المحافظه. يمكن احنا يعني عملنا احاله وتجديد ل 11 منشاه طبيه منهم 3 مستشفيات
مركزيه اللي هي في السلوم البراني، ودول انشاء جديد ودخلناهم الاماكن الطبيه المتخصصه ان شاء الله، ودول هينفعوا كويس جدا جدا لكل اهالينا في اتجاه الغرب، غرب مطروح اللي هو النجيله وبراني والسلوم، وهتكون ان شاء الله برضه لمساعده اهالينا في دوله ليبيا الشقيقه ودول شمال افريقيا، بدل ما كان بيجي ويمر من مطروح ويخش على اسكندريه او القاهره، اصبح ده هيكون مكان ليه كويس جدا جدا بالنسبه له. يعني عندنا برضه رفعنا كفاءه مستشفى النجيله، وكانت دي مستشفى سيادتك فاكرها صحيح، اول مستشفى لاستقبال حالات كورونا في مصر. مظبوط. طبعا برضه عندنا رفعنا كفاءه دواء الوحدات الصحيه، وحده النجيله، وحده راس الحكمه، وحده فوكه، وحده ام الرخم، وحده سيدي حنيش، وحده الزويده، وحده الظافر، وحده قاضي سيدنا هود اللي سيادتك كانت جايه دلوقتي حاليا شفتها في ال في الحمام. ده بالاضافه لاستحداث وانشاء جديد لوحدتين، وحده المغره ووحده ابو ميلاد. كل ده جاي في اطار حياه كريمه ولا من موازنه المحافظه؟ لا، ده جاي من خلال في جزء من حياه كريمه هقول لسيادتك عليه حالا دلوقتي. تمام. ولكن الجزء الاكبر من وزاره الصحه، ولكن احنا من موادنا الذاتيه في المحافظه بندعم ونساعد. يعني انا من خلال المواد الذاتيه المحافظه في مستشفى الحمام عملت مبنى اضافي في غرف عمليات كبرى وغرف عمليات صغرى واماكن لحفظ ثلاجات الموتى. ده من موادنا الذاتيه المحافظه حوالي 22 مليون جنيه، وعملنا فيه كمان مدرسه للتمريض. تمام. فطبعا احنا لان احنا كلنا يعني في سفينه واحده. صحيح. والهدف واحد، ان احنا نرقى بالخدمه الطبيه لاهالينا في مطروح. وحقيقه يعني انا من خلال سيادتك بشكر وزاره الصحه وبشكر الاستاذ الدكتور خالد غفار، لان فعلا داعم لمحافظه مطروح الحمد لله يمكن امدنا في الفتره الاخيره ديت بعدد كبير جدا من الاجهزه الطبيه لكل مستشفياتنا. وبالاضافه الى الفرش الاداري وسكن الاطباء والموردين والممرضات، فده داعم لينا كويس جدا جدا، وده كل ده بيؤهلنا ان شاء الله ان احنا ندخل مرحله التامين الصحي الشامل، ويكون وحداتنا الصحيه ومستشفياتنا جاهزه ليها ان شاء الله. طب اجمالا الحياه كريمه في الثمان مراكز عندكم عامله يعني وضعها ايه، وصلت لفين؟ طيب بالنسبه للحياه كريمه حقيقه الحمد لله احنا يمكن اهتمام القياده السياسيه بمطروح، يمكن بدأنا حياة كريمة من 2019-2020. أيوة المرحلة الأولى خالص. المرحلة الأولى خالص. مظبوط. كانت أول مرحلة دي يا فندم كان مخصص لنا فيها 11 قرية. ال 11 قرية دول نفذنا فيهم 103 مشروع. بإجمالي تكلفة ما يقرب من 217.900 جنيه. 217 مليون و900 ألف جنيه. وتم التنفيذ ال 11 قرية دول بنسبة تنفيذ 100%. تمام. ال 11 قرية دول كان في مركز مطروح منهم قريتين. اللي هم حازين وشوك عميره. في مركز الضبعه كان عندنا ثلاث قرى اللي هي فوكه وسيدي شبيه وزاويه العوامه اللي سيادتك اشرت اليها دلوقتي في التقرير عن سيادتك. مركز الحمام كان عندنا قريه السلام وسيدنا هود. مركز سيوه كان عندنا قريه المراقي وبهي الدين، وفي مركز براني كان عندنا ابو مزهود وشماس. ال 11 قريه دول تم تنفيذ 103 مشروع بنسبه تنفيذ 100%. منهم في قطاع الطرق عملنا 18.5 كيلو متر طرق. في قطاع الكهرباء ركبنا 14 محول جديد بالاضافه الى عمليه الاناره. تمام. في قطاع الصحه انشاء وحدات جديده ورفع كفاءه 4 وحدات. في مجال السكن الكريم عملنا 134 منزل ما بين رفع كفاءه وانشاء جديد وتطوير، بما يوفر حياه كريمه فعلا للمواطنين زي اللي سيادتك اشار ليه ده فعلا ده في التقرير عن سيادتك. في مجال محطات تحليه المياه عملنا في القرى ديت 5 محطات تحليه مياه بتكلفه 5.5 مليون جنيه، وكل محطه بتطلع من 100 الى 50 متر مكعب في اليوم، بما يكفي الناس الموجودين داخل الصحراء او في التجمع او في القريه. ممتاز. مراكز الشباب برضه من خلال حاجه كريمه احنا انشانا 2 ملعب خماسي وانشاء ورفع كفاءه 3 مراكز الشباب في ال 11 قريه دول. الصرف الصحي برضه عملنا محطات صرف صحي، 8 محطات صرف صحي لا هوائي. في مجال التعليم لو كنت بقول سيادتك عليه انشاء 4 مدارس جديده في 11 قريه دول، ورفع كفاءه 5 مدارس تعليم اساسي بعدد 9 مشروعات بتكلفه 49 مليون جنيه. طب في المرحله الحاليه الحياه كريمه انتوا شغالين في حاجه ولا خلاص؟ 19 انتهت؟ لا احنا ال 11 دول الحمد لله خلصوا، يعتبر هي المرحله الاولى. تمام. وطبعا كان برضه من ضمن ال 11 دول في المرحله الاولى عملنا بنيه اساسيه للوحدات المحليه، رفع كفاءه 6 وحدات محليه منهم زاويه العوامه. وزاويه العوامه دي عملنا فيها مجلس اللي هو النموذجي للقريه،
وكان اول مجلس نموذجي اللي اتعمل على مستوى القريه في زاويه العوامه اللي هو سياده الاشرطي حالا ده مجلس سياده الدوله. ده بالاضافه طبعا ان احنا انشانا 48 خزان ميه، زي ما قلت احنا بنعتمد على مياه الامطار. فانشانا في 11 قريه دول 48 خزان لتجميع مياه الامطار بساعات مختلفه من 100 ل 150 متر عشان نجمع بها الامطار، بالاضافه لابار النشو وابار الابار الرومانيه بنعمل لها صيانه عشان تجميع مياه الامطار. المرحله بقى لساتك الجديده الاخيره ان شاء الله بعدين باذن الله تعالى بالتنسيق مع وزاره التنميه اللي هي الوحده المركزيه لحياه كريمه ووزاره التنميه المحليه، تم التنسيق والموافقه على ادراج 23 قريه جديده بمطروح ليصبح اجمالي القرى، كان عندنا 11 قبل كده خلصناهم وادي 23، يبقى اصبح اجمالي القرى دخل حياه كريمه 34 قريه من اجمالي 56 قريه. ممتاز. يعني عندنا فوق 60% دلوقتي حاليا من القرى بتاعتنا. ممتاز. طيب انا عندي سؤالين اخيرين، هو تساؤلات من بعض المواطنين بيبعتوها على وسائل التواصل. في عندنا كلام حوالين منطقه في العالمين القديمه اسمها العزبه الابليه. نعم. بيقال انها فيها قدر من العشوائيات لسه ما تمش التعامل معاه. تمام. احنا بالنسبه طبعا لبعض الاماكن دي كانت موجوده وعشوائيات، في تنسيق مع المركز الحضري للتنميه اللي هو كان مركز تطوير العشوائيات سابقا، ومع وزاره الاسكان يعني خصصنا بعض المناطق لاقامه اسكان اجتماعي وتطوير العشوائيات المجاوره ليها، ودي ان شاء الله مدرجه باذن الله تعالى وان شاء الله هنشغلين فيها. وجت وزاره الاسكان وجت مركز التنميه الحضريه عاين الاماكن ديت وشافها، ومنتظرين ان شاء الله ان احنا يعني يتخصص لها ميزانيه ونخش ان شاء الله، ان محتاجين اسكان اجتماعي لابنائنا وشبابنا في مطروح كتير جدا هنا يعني. محتاجين لسه. طيب السؤال الثاني او السؤال الثاني برضه خاص بالاسكان في منطقه اسمها مساكن كيلو 7. ايوه. وبيتقال برضو انها بنفس الحاله اللي هي حضرتك وصفتها، انها يعني محتاجه المنطقه اسكان جديد مختلف. ده كلام مظبوط. احنا عندنا كان عندنا مكانين، مساكن كيلو 4 ومساكن كيلو 7. خدنا مساكن كيلو 4 كان 35 عماره، كل عماره فيها 20 وحده سكنيه، كانوا متهالكين تماما. وكانت العمارات متشققه والاسقف، وكانت يعني منظر فعلا الحمد لله احنا بالتعاون ومن خلال التنسيق مع البنك الاهلي المصري والمحافظه ومع الشعب الهندسيه هنا في المنطقه الغربيه عملنا احلال وتجديد ل 35 عماره، رجعوا جداد تاني وتم تاهيلهم، وحتى السكان اللي كانوا موجودين في العماير احنا سكنناهم بره على حساب المحافظه لحين الانتهاء، وتم التطوير وتم عودتهم تاني الحمد لله، وسكنوا كلهم بقت حاجه حضاريه، بقى في لاندسكيب، في جناين، في مدخل للعماره كويس جدا، في اماكن للتليفونات. عملنا خزانات بدل ما كانت خزانات موجوده فوق الاسطح وكانت بهدله الاسطح، عملنا خزانات ارضيه فايبر تليق بيهم، يعني حاجه فعلا تليق وتوفير حياه كريمه للمواطن. طيب نيجي بقى لكيلو 7 ده فعلا بس يعني زي كيلو 4 كده، بس كان كيلو 4 كان اقل يعني اكثر يعني سوءا منه. انما النهارده كيلو 7 ان شاء الله احنا داخلين فيه حاليا دلوقتي. انتهينا من مشروعات الصرف الصحي داخل عمارات كيلو 7 بالكامل، ويمكن بقول لسيادتك احنا فتحنا 3 محطات لسه فاتحينهم، ده هتخدم عليهم باذن الله تعالى. دلوقتي مع شركه المياه والشرب الصحي بنعمل الوصلات المنزليه الخاصه بهذه العمارات على شبكه الصرف الصحي، علشان يعني ما يبقاش فيها حواليهم اي حاجه تسيء للعمارات ديت، وطبعا ده بالتعاون مع الاهالي. فان شاء الله الفتره الجايه هي فتره منطقه الكيلو 7، واحنا فعلا شغالين عليها وحاطين خططنا وموازنتنا ليها باذن الله تعالى. ده افضل كلام وافضل وعد يعني قائم بالفعل ان شاء الله نختم بيه حلقتنا دي. وانا بكرر تهنئتي لحضرتك سياده اللواء خالد شويه محافظ مطروح واهل مطروح جميعا بالعيد القومي للمحافظه، بنتمنى مزيد من التوفيق، وهنلتقي مع حضرتك اكيد يعني عبر فترات عشان نسمع ونشوف كل تطور في المحافظه. متشكرين جدا جدا سياده اللواء خالد شويه محافظ مطروح. طيب احنا خلاص رحنا بحري ابلي وبحري وبحري وابلي، نرجع بقى تاني لمصر القضايا الكبرى، ونخرج فاصل ونرجع نشوف مع بعضنا عنوان يعني ملفت ديون مصر.
فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% للسلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. الشوادر موجود فيها كل حاجة، كل المستلزمات من أدوات مدرسية، من سلع أساسية، من أجهزة كهربائية، فيعني تقريبا كل اللي هيحتاجه المواطن هيبقى موجود. أنا جيت هنا المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، وجيت فيها تلاقي السكر والرز بكميات كتيرة والزيت، والأسعار كويسة جدا عن الأسعار بره بكتير. هذه المرحلة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجية اللي موجودة من زيت وسكر ورز، وسعداء ان احنا بنشترك في المبادرة دي، وبنعرض جميع المنتجات وكميات كبيرة جدا لكل المواطنين. اي حد عايز اي بضاعة باي كمية هيلاقيها في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفرة وكل الحاجة موجودة، وكل واحد بياخد له يكفيه زيادة كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها، ولقيتها متوفرة بكميات وبأسعار منخفضة جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت ان الحاجات هنا متوفرة بكميات كبيرة وسلع كويسة جدا، وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره لينا دي. ولمزيد من تحقيق استفاده كبيره للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزاره سيارات محمله بسلع غذائيه متنوعه لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الاكثر احتياجا باسعار مخفضه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. انا كنت معدي في الشارع صدفه كده، لقيت عربيات في مبادره كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونه وسمنه ولحمه، واسعار احسن من بره كتير. يعني مبادره كلنا واحد موفره كل السلع، موجوده في كل مكان وكل حاجه متوفره، والزيت ب 21 جنيه والحاجات كتيره والحاجات متوفره كده. المبادره دي كويسه جدا جدا جدا، وكده يعتبر الاسعار نزلت. بينما تواصل منظومه امان توفير السلع الغذائيه عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهوريه بتخفيضات كبيره حتى نهايه العام، اسهاما منها في تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصريه. وجميع منافذ منظومه امان موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطه وشعب. مصر الكبيره. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات. اهلا بحضراتكم مرة اخرى. الحقيقة يعني انا اتأخرنا شوية، كنت مستغرق في موضوع المناقشة. موضوع المناقشة النهاردة مع مش بس كاتب صحفي كبير وباحث كبير، انا بعتبره واحد من مفكري مصر في الاقتصاد الاجتماعي الكبار ايضا، واصدر كتاب في الاسواق دلوقتي. كتاب اهميته بالنسبة لنا كلنا هو انه يعني بيعالج بشكل علمي ووطني ايضا مسألة الكل الان بيحكي فيها بعلم او بدون علم، بحسن نية او بسوء نية، هي مسألة ديون مصر. كتاب عنوانه
اللي صادر بيه عن كتاب الهلال، هذه المؤسسة الكبيرة الضخمة جدا، ديون مصر حكاية عمرها 150 عاما. ضيفنا النهاردة الأستاذ عبد القادر شهيب، اللي أنا يعني لا أجد كثير من الكلمات أن أنا أقدمه بيها، وجهده الوطني والعلمي، لكن يكفي أن أشير الإشارة الأول بالرحب بك أستاذ عبد القادر. أهلا بك، أهلا بحضرتك وبمشاهديك. ربنا يخليك أستاذ عبد القادر. في مقدمة الكتاب اللي احنا الحقيقة ما جبناش حتى النسخة لسه، جبناه يعني هو بعتهولنا يعني كأصل على وما لحقناش نقراها لسه، لكن هنسمع منه. أستاذ عبد القادر، هذا الرجل كما حكى هو في مقدمة كتابه، عشان نعرف بس موقفه فين، عشان لا نظن ان احنا إزاء كتاب دعائي. هذا الرجل في عام 77 في لحظة الانتفاضة، انتفاضة الشعب المصري في 18 و19 يناير، كان متهما بان هو يعني بيكتب عكس مصلحة مصر في موضوع الديون، ده كان منها احد الموضوعات الاقتصادية، وفصل 6 سنوات من عمله، ثم عاد مرة اخرى الى مؤسسته العريقة روزا اليوسف، بعد ان حكم جنائيا مع يعني مجموعة من المتهمين ساعتها من السياسيين والكتاب والصحفيين وغيرهم، حوالي 167-167 شخص نتذكر جميعا صورهم في جيلي يتذكرها، وهي موجودة على يعني صفحات الصحف المصرية، إلى أن جاء حكم تاريخي عام 80 للمستشار المرحوم حكيم منير صليب، ليقر بأنها كانت انتفاضة شعبية، يقر بان هؤلاء ليسوا جنائيين، ليسوا مجرمين. الاستاذ عبد القادر مع الدوله الوطنيه طول عمره بطريقته دي، هي طريقه مصريه اصيله لباحث خريج كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وصحفي كبير ورئيس مجلس اداره الهلال الاسبق واشياء كثيره، وبالتالي اللي هيقوله النهارده هو ده عبد القادر شويه، يعني لم يشغل منصبه الحكوميه قط، مش كده يا استاذ عبد القادر؟ المنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية، الحكومة قومية إنما في الحكومة، وأشهد أن يعني أنا قعدت 6 سنين لم يتدخل مسؤول واحد في مهام عملي خالص، لا وزير إعلام ولا رئيس مجلس شورى ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء. وحضرتك لم تشغل ولا تشغل أي منصب تنفيذي؟ لا، لا في الحكومة ولا نائب وزير ولا وزير ولا لا يعني لا ولا حاجة خالص. باحث مظبوط لوجه الله ولهذا الوطن. مظبوط. طيب أستاذ قادر، يعني العنوان ملفت في لحظة ملفتة، ديون مصر حكاية عمرها 150 عاما، ده معنى الحكاية قديمة؟ طبعا هي حكاية قديمة، بدأت من 1857 وانا اهتميت بمناقشه ظاهره الديون الخارجيه المصريه تاريخها مع ظهور الدوله الحديثه، مع ظهور محمد، قيام محمد علي بتاسيس الدوله المصريه الحديثه. محمد علي من 1805 ساعه ما لم يهتم بانه يقترض من الخارج، ومن خلفه لم يقترض ايضا من الخارج. اول قرض تم الحصول عليه في عهد الخديوي سعيد، وكان القرض ده بنصيحه من الدريسيبس، وعلى اثر البقالين والجزارين عملوا اعتصام في ساحه وزاره الماليه ومظاهره في هذه الساحه، بيطالبوا بان الحكومه تدفع مرتبات الموظفين المتاخره، لان الموظفين لما تاخرت مرتباتهم بقوا ما بيسددوش مستحقاتهم لدى البقالين والجزارين. فعلى اثر ده فكر الخديوي سعيد انه يقترض، فاقترض بالفعل. اول قرض حصلت عليه مصر كان 1.2 مليون جنيه استرليني سنة 1857 ومع نهاية عهد سعيد كانت ديوننا الخارجية وصلت إلى 18 مليون جنيه استرليني. واستمرت مصر تقترض حتى 1934 كان عليها ما تبقى من ديون قديمة تراكمت علينا في أيام الخديوي إسماعيل،
ولما جه سيطر الانجليز على مصر بالاحتلال العسكري كانوا بيسددوا اقساط وفوائد لهذه الديون من خلال الموارد المصريه، فتبقى جزء من الديون علينا في 34. فحكومه الوفد في هذا التوقيت فكرت انها تعمل تمصير لهذه الديون من خلال اكتتاب وطني، ونجحت في هذا الاكتتاب، واصبحت مصر من 34 لحد 58 ما عليهاش ديون خارجيه، يعني 15 سنه. وبعد كده حصلت مصر على عاده للاقتراض مره اخرى في 1958، وحصلت على اول قرضين، القرض الاول لتمويل بناء مصنع الحديد والصلب، والقرض الثاني لتمويل بناء مشروع السد العالي. الاثنين كانوا قروض، والاثنين كانوا قروض. المشروعات الضخمه دي كانت قروض، قروض من الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت. واستمرينا نقترض منذ 1958 حتى الان، يعني لم نتوقف عن الاقتراض منذ 1958. الفتره الزمنيه اللي توقفنا فيها 15 سنه، احنا مضى على اول قرض حصلنا عليه 165 سنه، نشيل منهم ال 15 سنه 150 سنه، يبقى 150 سنه. انا هطلع من مصر شويه وارجع على مصر تاني. القروض عموما في النظام، في النظم او في اقتصاديات الدول في العالم، شيء عادي ولا شيء استثنائي؟ بما فيها يعني الولايات المتحده الامريكيه اللي احنا عارفين قروضها حوالي 22 تريليون دولار، وناتجها المحلي حوالي 20 تريليون. هل القروض دي شيء استثنائي؟ يعني دول العالم بتعيش من غير قروض باشكال مختلفه؟ شوف، انا كاتب في مقدمه الفصل الخاص بالديون العالميه ان الديون العالميه هي الديون ظاهره عالميه، ظاهره عالميه، لكنها ليست مشكله عالميه. بمعنى انها ظاهره كل دول العالم تقريبا عليها ديون، بما فيها الولايات المتحده الامريكيه زي ما حضرتك قلت، اللي هي اكبر مدين في العالم كله. الديون اللي على العالم كله بلغت 300 تريليون دولار حتى الان في اخر احصاء للمؤسسات الدوليه. المدين الاول الولايات المتحده الامريكيه، يليها عدد من الدول، بريطانيا والمانيا وفرنسا ده الدول السبعه الكبرى. مش بس الدول السبعه الكبرى، وحتى الصين. الصين يعني في 16 دوله تفوق ديونها التريليون دولار، منهم الصين، منهم اليابان. اليابان الوحيده اللي تكاد تكون نسبه الديون تفوق الناتج القومي بتاعها ثلاث مرات ونص، ومع ذلك ما عندهاش مشكله سداد للديون. الدوله الوحيده اللي فيها من ال 16 اللي تفوق ديونها التريليون دولار هي باكستان، وهي دي اللي تصنف من الدول الناشئه اقتصاديا. صحيح. اما باقي الدول اللي تفوق التريليون كلها دول متقدمه اقتصاديا، وبتتنافس على المراكز الاولى في الاقتصاديات العالم الكبرى في الاساس. فالديون ظاهره عالميه، ومش مصر لوحدها. بالمناسبه مصر مش أول دولة عربية عليها أكبر رقم من الديون. يسبقها السعودية، المملكة العربية السعودية، يسبقها، يليها الإمارات، يليها قطر، ثم تأتي مصر. ده في الرقم المطلق للديون ولا في نسبتها للناتج المحلي؟ الرقم الإجمالي للديون العربية. العربية، السعودية، المملكة العربية السعودية الأول، ثم الإمارات، ثم قطر، ثم مصر. من الدول القليلة في الديون السودان، ومع ذلك تواجه مشكلة تعثر في سداد الديون. لبنان رقم محدود، ومع ذلك تواجه مشكلة تعثر في سداد الديون. يعني رقم الإجمالي للديون ما بقاش هو مؤشر لأن في مشكلة ديون ولا ما فيش مشكلة ديون، لأن
وده قلناه في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. الصين يعني عليها ديون كبيرة ولكنها لا تواجه مشكلة ديون. طب هدخل في التفاصيل أكتر، بس قبلها طب حضرتك يعني باعتبارك يعني صحفي كبير ومتابع طبعا أنصاف مش جهلاء كمان، هم أنصاف جهلاء يعني ومحاولي نشر الأفكار وأشياء غير، يا ترى الكلام ده بيعرفوهوش؟ لا ولا ما بيفهموش ولا ما درسوهوش ولا سوء النية بيسبق العلم أحيانا؟ في نوعين من اللي بيتناولوا قضية الديون الخارجية. في يجهلوا حقيقة وضع الديون الخارجية المصرية والديون الخارجية في العالم كله، يجهلوها وما عندهمش فكرة عنها، فبيتناولوا الأمر بدون علم وفي حسن نية، وبعضهم بحسن نية. نعم. وفي يعلم الأمر ولكنه لديه أغراض سياسية، فلا يستهدف استخدام قضية الديون الخارجية أو مشكلة الديون الخارجية لتحقيق أغراض سياسية تخص يعني تغيير إجراء تغيير سياسي في داخل مصر يستهدفه ذلك. فهو بالفعل الاثنين موجودين، او المجموعتين دول موجودين، من يتناولها عن جهل ومن يتناولها عن علم ولكنه له اغراضه السياسيه الواضحه جدا وهو بيتناول. صحيح. وهذا التيار حضرتك تحديدا يعني لك كتاباتك وكتبك عنه وعن طريقه ادارته للاقتصاد الخفي او السري لتيار الاخوان. بالظبط. يعني تيارات حضرتك الكتابات مهمه جدا جدا، وناقشنا هنا في هذا المكان يمكن يعني في اخر لقاء حضرتك بمناسبه كان صدور كتاب اموال الاخوان. بالظبط. اموال بالظبط يعني طرحنا هذا بعض. طيب اذا حضرتك للعلم حديث ولل الجاهلين بالحقيقة والمغرضين منهم حديث آخر. حديث العلم يقول لنا إيه في حالة الدين المصري الآن؟ دين خالد. الدين المصري الآن وصل ل 155.7 مليار دولار طبقا لآخر بيانات ومعلومات وأرقام البنك المركزي، وده في نهاية يونيو 2022. يعني نهاية السنة العام المالي 2021-2022. وده آخر أرقام للبنك المركزي وأحدثها، وأنا حدثت بيها الكتاب وهو بيطبع لأن أعلنت متأخر، كان في إعلان عن الفضل لنهاية مارس اللي هو الربع الثالث من العام المالي 21-22. الرقم الإجمالي بيحمل زيادة عن العام الذي سبقه بالتأكيد، لكن يعني تم التوافق على عدد من المعايير لقياس حجم مشكلة الديون الخارجية. المعيار الأول بيستخدمه كل الخبراء الاقتصاديين وبيركزوا عليه في الأساس، هو نسبة إجمالي الديون الخارجية للناتج المحلي الإجمالي. عظيم. للناتج القومي اللي بنتجه في السنة، قد إيه دخلنا في السنة اللي بنجيبه، دخلنا في السنة مدينين قد إيه، فإحنا إجمالي ديوننا الخارجية تقريبا تساوي ثلث الناتج المحلي حاليا، اللي هو حوالي 450-470 مليار دولار. بالظبط. البنك المركزي بيعتبر ان ده في نطاق الامن من وجهه نظره، لان النسبه دي اعلى من كده بكتير في دول منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والجزر الكاريبي. ففي النهاية هو ده المعيار الأساسي والأول، ولكنه لا يكفي لقياس الظاهرة وحجمها ومدى أنها آمنة. في معيار تاني
توزيع القروض، شكل الديون، نسبة الديون الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل ونسبة الديون القصيرة الأجل. تمام. معروف أن الديون القصيرة الأجل أصعب، لأن أنت مطالب بسددها من حدود فترة وجيزة لا تتجاوز صحيح. العام صحيح. وممكن تقل عن العام بالفعل. والديون القصيرة المتوسطة والطويلة الأجل ممكن تسددها على أجال أوسع وأرحب، فبيبقى عبئها عليك عبء أقل على أي دولة من الدول. إحنا الحقيقة نسبة الديون الطويلة والمتوسطة الأجل تتجاوز 90% من اجمالي ديون، من اجمالي ديون مصر. طيب الطويله ده تبدا متوسطه تبدا من 5 سنوات او 3 سنوات الى ما شاء الله 3 سنوات المتوسطه، ولا الطويله تزيد عن 3 سنوات عن كده. تمام. فاحنا نسبه الديون القصيره الاجل الضاغطه علينا لا تساوي اكتر من 10% من اجمالي الديون الخارجية، يعني قرابة 15 مليار دولار تقريبا من إجمالي ديوننا يعني. أنا بس قلت ملاحظة استدركتها أن ممكن تكون النسبة دي زادت قليلا. تمام. في الستة شهور الأخيرة بعد تلقي البنك المركزي ودائع قصيرة الأجل من عدد من دول الخليج، السعودية والإمارات وقطر وقطر. مظبوط. لكن ممكن تدارك ايضا هذه المساله، لان عاده بيتم تمديد هذه الودائع القصيره الاجل، وحدثت صحيح مؤخرا مع السعوديه ومع الكويت، وهتحدث قريبا مع الامارات. ممتاز. فاجمالا برضو بيعتبر البنك المركزي ان هذا المؤشر مؤشر امن بالنسبه للديون الخارجيه المصريه. المؤشر الثالث بيلجا اليه عدد من الخبراء الاقتصاديين، المقارنه الديون معدل النمو في الديون الخارجيه بمعدل النمو الاقتصادي. تمام. للدوله. احنا معدل النمو في ديوننا يكاد يصل إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي. يعني النمو الاقتصادي لو كان 5% احنا 10% حوالي 5.5% بعد التعديل، كنا احنا نستهدف 6%. مظبوط. وزيرة التخطيط عدلت النسبة والمعدل وصلت الآن إلى 5.5%. احنا نقترب للزيادة في معدل الديون المتوسط في السنوات الأخيرة في حدود 12%. تمام. بالنسبه للديون. بس هنا في اعتقد ان هنا المؤشر يخلينا ننتبه ان هناك شيء او امر يحتاج لتعديل او مراجعه، ومن حسن الحظ ان حكومه الدكتور مصطفى مدبولي تنبهت لذلك ايضا وقررت ترشيد الاقتراض من الخارج. ويمكن هذا ده ادى لانخفاض ديوننا الخارجيه بقرابه 2 مليار دولار في الربع الاخير من العام المالي 2021 2022، بحوالي 1.9 يعني قرابه ال 2 مليار دولار. وده لاول مره يحصل انخفاض في ديوننا الخارجيه منذ 2012، خلال 10 سنوات، منذ ان سلم المجلس العسكري اداره شؤون البلاد لرئيس منتخب بعد اجراء انتخابات رئاسيه. وبالمناسبه الفترة التي تولاها المجلس العسكري انخفضت فيها الديون على مصر، الديون الخارجية مش زادت. واعتقد السبب مفهوم، ان يعني انت كنت تحت حصار اقتصادي تقريبا. صحيح. وكثير من الدول المقرضة ليك مش عايزة تغامر، مش عايزة تغامر، رافضة تدعمك بمزيد من القروض. تمام. واعتمد المجلس العسكري في التوقيت ده على مدخرات المؤسسة العسكرية. صحيح. واستخدمت لدعم الاقتصاد الوطني في هذا الحين. المؤشر الرابع نسبة خدمة الدين للصادرات
لحصيله الصادرات. الاقساط اللي علينا يعني. الاقساط اللي علينا. خدمه الدين اللي هي الاقساط والفوائد اللي علينا. بالظبط. اللي بندفعه. هذه النسبه بعد الزياده التي حدثت في الصادرات حدث قدر من التحسن فيها. واحنا مثلا دافعين السنه دي 20 مليار دولار اعباء الديون الخارجيه. الفوائد بالاقساط. الفوائد والاقساط ده غير ال 20 مليار دولار تقريبا اللي دفعناها لتمويل خروج الاموال الساخنه من السوق المصري. تمام. بعد الازمه التي المت بالاقتصاد العالمي. ف ال 20 مليار دولار يساووا قرابه نصف صادراتنا الخارجيه. فما بيستهلكش كل صادراتك الخارجيه. عظيم. ولكنه بيستهلك قدر ليس بالقليل من هذه الصادرات الخارجيه. اخر مؤشر الحقيقه واعتقد انه مش مؤشر جيد ممكن نعتبره سلبي ان احنا بنقترض الان لتمويل سداد بعض القروض القديمه او الديون القديمه. وده على فكره لم تخفيه حكومه. صحيح. الدكتور مصطفى مدبولي وجاهر به وزير الماليه. صحيح. وقال ان احنا اتعظنا من تجربه الاموال الساخنه ولا نلجا ليها بعد كده ولكن سوف نعتمد على استثمارات مباشره وحتى تتحقق هذه الاستثمارات فاحنا هنعتمد على سداد ديون جديده ديون قديمه بقروض جديده. طيب. فده المؤشر اللي ممكن يعتبر مؤشر سلبي. ويقتضي منا جميعا ان احنا يعني نقوم بمراجعه لخططنا للاقتراض من الخارج. القاعده الاساسيه للاقتراض من الخارج ان احنا نقترض لتمويل مشروعات تحقق عائدا من هذا العائد نسدد اقساط وفوائد القروض اللي احنا اقترضناها والديون التي استحقت عليها. بس انا عايز انبه ان رغم ذلك مصر لم تصل في اي وقت من الاوقات الا في عهد الخديوي اسماعيل على مدى التاريخ الطويل ده كله 150 سنه انها تتوقف عن سداد الديون الخارجيه. لم يحدث في اي لحظه منذ الخديوي اسماعيل في اي لحظه. لا في عهد الخديوي سعيد قبلها ولكن حدث في عهد الخديوي اسماعيل دي المره الوحيده. ولا في من تولى الحكم من بعده حتى بعد اعلنت الجمهوريه لم يحدث في سنه من السنوات ان احنا تعثرنا او توقفنا عن سداد الديون. واجهنا مشكله سداد ديون. تمام. واجهناها في السبعينات واعتقد ان ده كان احد الاسباب اللي خلت الرئيس السادات يقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. مزبوط. ويخفض الدعم بنسبه النصف تقريبا. صحيح. على السلع ويغامر في هذا التوقيت مغامرة كانت واضحة وبانت نتائجها في الانتفاضة الجماهيرية التي أعقبتها. وواجهنا ده في الثمانينات وأواخر الثمانينات لكن لحسن الحظ إن مع بداية التسعينات لما جاءت غزو العراق جاء الكويت خدنا مفاوضات مع. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أعضاء نادي باريس والدول العربية الخليجية. تم إسقاط ديون العسكرية على مصر الأمريكية وتم إعادة جدولة ديون نادي باريس وتم إسقاط كميات من الديون العربية الخليجية أيضا. واقترن ذلك
بتوجيهات من الرئيس الأسبق حسني مبارك للحكومة بترشيد الاقتراض من الخارج بشكل واضح، فانخفضت ديون مصر من 43 مليار دولار إلى حوالي 34 مليار دولار مع نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. طيب. ملاحظة صغيرة جدا بس ومعرفش احسبها، ال 43 مليار دولار في نهاية الثمانينيات تساوي تقريبا كام النهاردة؟ هو من الصعب طبعا حسابها، لكن تساوي الكثير مش كده؟ بالتأكيد يعني لأن نقدر نقارنها بالناتج المحلي في التوقيت ده بالناتج المحلي في التوقيت الحالي. يعني اجمالا انا فاهم طبعا انت بتسال السؤال ليه، فانا هجاوب بطريقه غير مباشره واقول ان احنا ما عندناش ازمه سداد ديون خارجيه، يعني لم نتوقف عن السداد ولن نتوقف عن السداد انا في توقعي، لان احنا سددنا كل ما علينا في سنه 22 ودبرنا جزءا لا باس به مما سوف نسدده في 23. يعني ما عندناش مشكله التوقف عن السداد او ما يسمى بشهر اعلان افلاس مصر اللي يعني صدعونا به المتنطعون الحقيقه، لكن ده لا يعني ان احنا ما عندناش مشكلة في اعباء الديون الخارجية، تقتضي مننا مراجعة سريعة وعاجلة للاقتراض من الخارج، نقترض لماذا تمام ونستخدمه في تمويل ماذا اللي هو ما هو ضروري اللي هو المعيار الخامس مع العلم ان احنا سوف نضطر لفترة ليست بالقليلة لان احنا نقترض ديونا نسدد بها ديونا قديمه تمام زي السيد وزير اظن دين صندوق النقد الدولي الجديد اللي احنا هنقترضه القرض الجديد والقروض اللي كانت سابقه كلها كانت مخصصه لتمويل عجز ميزان المدفوعات، لان احنا ما عندنا مشكله ليست مشكلتنا فقط تضخم ولكن مشكلة نقص في مواردنا من النقد الأجنبي. صحيح. لأن احنا ننفق أكثر مما نحصل عليه من موارد، عمليات إنتاجية أو تصدير من النقد الأجنبي عن مواردنا، فالأمر يقتضي نزيد نسعى لزيادة مواردنا ونقلل إنفاقنا. طيب. وأعتقد المتاح أكثر الآن ان احنا يجب ان نقلل انفاقنا بشده من خلال تخفيض استيرادنا من الخارج ولا نستورد الا الضروري فقط. طيب هرجع للمعايير اللي حضرتك قلتها استاذ عبد القادر اللي هم الخمس معايير اللي هم لو اجتمعوا مع بعضهم الخلل فيهم ده يؤدي الى افلاس. بالظبط كده مش كده؟ بالظبط. وحضرتك في واذكر تاني الساده المشاهدين بيهم بتتكلم الاول على نسبه الدين الخارجي من الناتج المحلي الاجمالي. مظبوط. مصر بالفعل في الحدود الامنه 30% تقريبا من الناتج المحلي. الاثنين الديون طويله الاجل اللي يا جماعه بتتسدد على مدد طويله بقى اكثر من 5 سنوات، والمتوسطه اللي هي في حدود 3 سنوات إلى 5، والقصيره اللي هي فور. نسبه حضرتك قلت ان نسبه القصيره اللي هي اخطر فيهم واحده فيهم 10% تقريبا. مظبوط. المؤشر الثالث معدل نمو القروض مع معدل نمو التصدير النمو القومي الاقتصاد عفوا الاقتصاد القومي نمو الاقتصاد. احنا عندنا تقريبا ضعف لكن ده 5.5 أو 6 وده 12 لكن لا زال في الحدود الامنه. اللي بعده خدمه الدين هو المفروض انهم يتساووا ده الافضل طبعا ما يزيدش عن معدل النمو الاقتصادي لكن حتى الان مش في المساحه الخطره لا ما نقدرش نعتبره يصل الى حافه الافلاس تمام لكنه لا في حدود انه ممكن يمثل ضغطا علينا تمام. طيب اللي بعده اللي هو خدمه الدين الى الصادرات
خدمة مزبوط. وعندنا احنا في حدود 50% تقريبا من صادراتنا خدمة دين تقريبا. وده ايضا في مستوى غير خطر حتى اللحظة. اخر شيء حضرتك قلته اللي هو المؤشر الخامس ده مهم، قروض جديدة عشان تسدد ديون قديمة. وده قائم وحضرتك شايفه من اكتر موجود وسوف يظل معنا على الاقل من سنتين لثلاث سنوات. طيب وده حضرتك امتى ايه الدول العالم اللي شافت توقف عن سداد قدرتها توقفت عن الديون. الحاله دي اتكررت قد ايه في العالم في خلال مثلا ال 20 او 30 او 40 سنه الاخيره وفين؟ وهل اجتمعت الخمس حاجات السلبيه دي عشان يحصل ده؟ اجتمعت الخمس حاجات او الست حاجات السلبيه وأدت إلى إعلان عدد من الدول عدم قدرتها على سداد الديون. آخرهم سريلانكا أعلنت أنها غير قادرة عن سداد ديونها. إحنا الواقعة الوحيدة في تاريخنا اللي قلت لحضرتك عليها اللي هي واقعة الخديوي إسماعيل ده في مصر. هو اصدر مرسوم بعدم القدره عن سداد دول العالم. مين غير يعني قبل سريلانكا قبلها بكام سنه مين في دول العالم؟ لا مفيش كتير مش كده؟ مفيش كتير يعني ظاهره مش ليست ظاهره ضخمه. وحتى المنظمات الدوليه اللي كانت عامله قايبه طويله تفوق ال 20 دوله مهدده بالإفلاس بشر الافلاس شالت دول كتيره من القايمه ديت وتخلصت القايمه من خمسه سته يعني ما يزيدوش عن كده من من الدول التي مهدده بالافلاس. اصل التوقف عن السداد دي يبقى استنفذت الدولة كل إمكانياتها بلا استثناء وبقت غير قادرة على سداد ديونها الخارجية. فما أعتقدش أن بمجرد أن أنت بتحس بعبء في سداد الديون أن أنت هتشهر إفلاسك بالمرة. يعني الاستثمار المباشر في مصر الأجنبي تحديدا أحد المفاتيح المهمة ده مؤكد للاستثمار المباشر. إحنا مواردنا من النقد إحنا جمعنا في السنة الماضية 2021 80 مليار دولار من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، صادرات تحويلات العاملين بالخارج، عائدات المرور في قناة السويس، السياحة، الاستثمار الأجنبي. السنة دي احنا قربنا ل 100 مليار يعني 100 مليار دولار 25% يعني زيادة عن في زيادة لأن في حدث بعض الزيادات في السياحة يعني في تحسن في الموسم السياحي في أواخر العام الحالي في تحسن في الموسم السياحي في زيادة طرأت على عائدات قناة السويس في زيادات في تحويلات المصريين العاملين للخارج في زيادات في الصادرات أيضا لكن هذا الرقم لا يكفي احتياجاتنا يعني رغم هذه الزيادة لا يكفي احتياجاتنا ولذلك أنا بقول أن الحل العاجل والسريع ترشيد استيرادنا من الخارج لا نستورد إلا ما هو ضروري وده في مقدمته الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج صحيح. أما بعد ذلك فأنا أعتقد أنه يعني من الممكن جدا أن نتحمل الاستغناء عنه لسنة أو اثنين مش هيجرالنا حاجة يعني لما يأتي رمضان القادم وما ناكلش مكسرات مش هيحصل حاجة مش هيحصل طبعا مش لما ما نستوردش أثاث من الخارج مش هيحصل حاجة فتيهات وصالونات من الخارج مش هيحصل حاجة يعني بالعكس في أنا أدعو من يديرون اقتصادنا انهم يجيبوا لستة صادرات وارداتنا من الخارج ويراجعوها سلعة ورا سلعة ويشوفوا ايه السلعة اللي نقدر نخفض انتاج استيرادنا منها وايه السلعة اللي نستغني عن استيرادها وتتصدى الحكومة
بقرارات يسمح لها تسمح لها منظمة التجارة العالمية أنها تعملها في الظروف الاقتصادية الطارئة. مظبوط. ولا تترك الأمر لإجراءات يتخذها البنك المركزي ويصار حولها لغط زي الاعتمادات المستندية الاستيراد. نعم نعم. أنا الحقيقة للأسف الشديد وقتي خلص، ويعني أتمنى أتمنى أنه يعني المنهج والعلم اللي بيتكلم بيهم الاستاذ قادر شهيب يكونوا علموا بعض الناس ما لا يعلموا، وانه العلم الحقيقه ما فيش في مدارس بس كمان في حقائق، والحقائق بالزبط. لا تتغير بالزبط. المدارس التعامل مع الحقائق يتغير، لكن الحقائق في العلم طريقه الوصول اليها واحده. وضيفنا الكريم احد هؤلاء العلماء المفكرين اللي حاولوا يوصلوا لذا، ووطنيته لا يزايد عليه فيها، وموقفه يعني موقفه لو انا حكيت قصته مع ديون مصر اللي هي شردته، وهو يعني اقلت من روزا اليوسف وست سنوات، وهو بسبب كلامه عن الديون، دراسه عن الديون الخارجيه يعني في حين لم يتحملها رئيس مجلس الاداره في حين، استاذ عبد العزيز. لا احنا عموما لكن اعتقد ان من هتبقى شهاده واضحه لما كتاب يصدر صحيح بوجهه نظر نقديه لديون مصر ومشكله ديون مصر. الحقيقه احنا بنهنئ حضرتك على هذا الكتاب الجميل ديون مصر حكايه عمرها 150 عاما. بنهنئ اصدقائنا وزملائنا في دار الهلال، خاصه الاستاذ خالد ناجح رئيس تحرير كتاب الهلال. بشكرك شكرا جزيلا استاذنا الجليل والمفكر الكبير استاذ عبد القادر شويه. انا اللي بشكركم شكرا لحضرتك جدا واشكر المشاهدين اللي تحملونا. شكرا جدا مشاهدينا الكرام، احنا اتاخرنا عن وقتنا دقيقتين، انتوا مش متعودين مننا يعني هذا التاخير ثلاث دقائق. احنا بشكركم شكرا جزيلا، انتهت حلقتنا النهارده، نلتقي بكم ان شاء الله في حلقتنا القادمه من مصر الجديده يوم الخميس القادم.